السؤال الثاني شيخ مصطفى في وجدت عسل. وجدت عسل؟ أيوة علبة من العسل. انتظرت من الآن 3 شهور لم علبة. يعني كم كيلو؟ يعني نص كيلو ولا كيلو ولا علبة؟ لأنها غالية شوي. نص كيلو بس. أنا عسل سدر يمن يعني. أيوة. لا 3 أشهر عندك. نعم. لا 3 أشهر عندك. لا كلها هنيئا مريئا، كلها هنيئا بألف عافية. أنا نص كيلو عسل يعني الإسلام 3 شهور متدخل هيتلف العسل كلها.